روى الترمذي في سننه حديثا لأبي بن كعب أنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فإني أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث أن كان لأبي بن كعب رضي الله عنه وقتا من النهار أو من اليوم يدعو فيه لنفسه وأهله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر منه ماذا لو جعل ربع هذا الوقت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الربع أو نصف الوقت أو ثلثين الوقت، قال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال سيدنا أبي بن كعب: إني أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أي أجعل وقت دعائي لنفسي كله صلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.